ما تروحوش ها؟ استنوني تحت. سمير مش عايزك تزعل مني لما قلت لك يا كلب السقه كومبارس. لا يا معلم، كلب السقه دي عادي، كومبارس دي هي اللي ضايقتني، ما تقولهاش تاني يا شاير. حاضر. عالي قوي السقه بيموت فيها انا دراعه اليمين لعلمك. يا راجل بعرف اعمل كل حركاته، بنط من القطوره وبركب خيل وبتخانق مع اسوده وبخش في النار وبعمل كل حاجه. ايه ده؟ دي الوحيده اللي ما بعرفش اعملها، جبتها ازاي دي؟ لا دي صعب عليك قوي يا سمير. قول لي وانا هستوعب، انا لسه كنت بتدرب عليها. بعدين يا سمير لما نخلص من المصيبه اللي احنا فيها دي سواجه معانا ولا ايه؟ لا شوفوا بقى عشان نبقى متفقين من الاول، انا في المشروع ده فلوس بس، يعني من الاخر تقدروا تعتبروني المنتج. ماشي يا عم السبكي. بقول لكم ايه، انا شايف ان احنا الثلاثه ابيض من بعض، تعالوا نعمل مشروع معقد ما يتفهمش منه اي حاجه، فالدكتور يضطر ينجحنا. صح. او يضطر يسقطنا. صح. ايه رايكم ان احنا نفاجئه ونقدم له المشروع اللي هو عمله في 30 سنه في 4 ايام؟ دي فكره جميله جدا طبعا يعني، بس مش شايف ان 4 ايام ده كتير يا معلم؟ تهبل يا ابني، عايز تعمل مشروع دكتور عمله في 30 سنه في 4 ايام؟ ايه؟ احمد زهير؟ يا ابني ما احنا مش هنقدمه هو هو. احنا هنسرق المشروع ونغير فيه شويه حاجات كده ونلعب فيه ونقدمه له على انه المشروع بتاعنا. هو لما هيلاقي ان المشروع اللي احنا عاملينه شبه المشروع بتاعه 100% هيحترمنا وهينجحنا. او هيكشفنا ويشلحنا. اسمعوا كلامي، الموضوع يستاهل ناخد الريسك. ناخد الريسك. تاخده يا شهير؟ اخده قوي يا بيبي. ايه ده؟ دكتور بصير هو اللي اخترع مازنجر؟ استنوا بس يا جدعان عشان نشوف القلش اللي الدكتور ضيع فيه 30 سنة من عمره. إذا استطاعت الكتلة إكس أن تنطلق بسرعة الضوء في، فإن الوقت تي يثبت وتستطيع أن تتحرك ما بين نقطتين A و B خارقاً كل الحواجز الزمنية. الدكتور ده شكله في طب. بقولك مش وقت هزار، صور وانت ساكت. احنا مطبقين مع بعض نعمل واحد زيه بالظبط. استنوا بس يا جماعه، عايزين نفهم البتاع ده بيشتغل ازاي وبيعمل ايه. يدار الجهاز الزمني بواسطه الدراع الف اللي هو غالبا ده يا شهير اللي قدامك. انا مش فاهم يعني الدكتور بصير ازاي عايز يخش العالميه باختراع جهاز البيانولا. استنى بس. تولد الطاقه الكهرومغناطيسيه عن طريق القرص الاحمر الموجود في الجزء الامامي من الجهاز اللي هو غالبا ده. طيب معلش بقى يا سمير، افتح اخر صفحه في الملزمه شوف الجهاز ده بيعمل ايه اصلا. لا احنا هنجرب القرص ده الاول، ما عملش حاجه نقرا بقيه الملزمه. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده يا سمير؟ اقفلها يا سمير. انا مش عارف. ايه ده؟ ايه ده؟ الجهاز راح فين؟ ايه ده؟ هو الاختراع ده بيغير الديكور ولا ايه؟ انا دماغي مش قادر. انا هروح اغسل وشي. مصيبة يا جماعة. ايه؟ دكتور بصير عرف ان احنا ضيعنا الجهاز؟ الشغل مستر رجع موضة. ايه يا جدعان، ده الناس اتجننت ولا ايه؟ ما هو ده يا اما الهالوين يا اما دكتور بصير عامل عيد ميلاده في الجامعة. ودول ايه دول؟ لا دول بنتين اهم، ودي بنت برضه مش عارف. تعالى كده يا شهير. تعالى بص اقرا. وده مين ده اللي اسمه شوكب بقى اللي مطلع رحلة في الجامعة وانا معرفش؟ وعاملها بجنيه ونص كمان بيقطع عليا. ها؟ جنيه ونص؟ انا طالعها وش يا معلم. طالعها وش ايه يا ابني، انت بتصدق؟ ده اكيد نصاب. بص، جنيه ونص شامله الافطار الاقامه الانتقال الكافر. ده لو قصد يخسر مش هيعمل كده. هي حاجه غريبه فعلا، بس عارف ايه الاغرب؟ على ان يكون ميعاد الرحله الخميس القادم 4 في الشهر. الخميس الجاي مش 4 في الشهر اصلا.
عندي ليكي مفاجأة تجنن. خلاص يا حبيبتي، حلم حياتنا هيتحقق خلاص. لقيت شقة في المعادي ب 150 جنيه خلو. بس دي يا حبيبي منطقة مقطوعة قوي يا شيخ. فيروز يا عم؟ في فيروز حبيتك بالصيف. فيروز نسم علينا الهوى. مفيش فيروز اناناس؟ لا مفيش. طب في ايه عندك يتشرب؟ سبيتس. حسن شحاته هيفسحكم النهارده. الاهلي هو اللي هيكسب النهارده ان شاء الله وعلى رهان. حسن شحاته هيفسحهم ازاي؟ هو الاهلي هيلعب المنتخب؟ لا بقى كباتن، ايدكوا بقى على الحساب عشان نقفل ونروح الاستاد. اتفضل. ايه ده؟ جايبينها من بنك الحظ ولا رسمينها في حصه الرسمه؟ روح امك انت وهو. يا روح ام مين؟ يلا يا اوعى ايدك انت مجنون ولا ايه؟ قوم يا سمير. ايه انت مجنون؟ ما عادش فك اول ما عايز فك. هات بقى 20 يا شهير. اخلص 5 ما اسمعش صوت حد فيكم. هات. مظبوطين دول؟ مظبوطين ان شاء الله. هوبا سمير اكيد تشتغل. يعني البلد كلها بتشتغلنا يا شعير. ايه ده؟ بص اليافطه اللي هناك دي. يا نهار اسود. اتفضل. احمد زكي ويونس شلبي في العيال كبرت. وريني ام الملزمه الزفت دي عشان اشم ريحه البيانولا في كل اللي بيحصل لنا ده. ليه يا سمير؟ قلت لك يا سمير يا حبيبي تقرا اخر صفحه. التطبيق العلمي للجهاز يمكن أن يسافر عبر كل الحواجز الزمنية معتمداً على الشحنة الكهرومغناطيسية الموجودة بداخل شحن الجهاز. عارف ده معناه إيه؟ ولا لا؟ شكلنا اتشلحنا. مش جايز نكون بنحلم؟ ثلاثة بنحلم سوا؟ قول له. أخبار أهرام نموريا. تعال تعال. اديني النص اليوم. نعم. اديني أي حاجة أنت هتصاحبني. هو ده قلنا له النهاردة؟ أيوه يا باشا. يعني التاريخ ده تاريخ النهارده؟ ايوه يا عم. هتاخده ولا مش هتاخده؟ لا هو كده اوريدي كلنا اخدناه يا جماعه. اكيد اخدناه طبعا طبعا. يوه الموبايل كمان ما فيهوش نتورك، يعني مش عارف اكلم حد يجي يطلعنا من هنا. بهير تعالى يا بهير. طلعنا منين يا حبيبي؟ احنا مش ممسوكين في اسم. فوق فوق بس يا جدعان. بس فرجت والله العظيم فرجت عربيتي. العربية دي حضرات مليانة انبهارات ومفاجآت. أول انبهار الفتيس ده فيه أربع سرعات. أول تاني تالت رابع مرشديه. بسم الله ما شاء الله رائعة ومبهرة فعلا. ناخد الانبهار التاني. الخطين دول حضرات مش زينة. انت حضرتك بتبقى ماشي في الشارع بتلاقي فيه خط أبيض في النص عشان يحدد لك الطريق. في بعض الشوارع ما فيهاش خط أبيض. الخطين دول بيحددوا لك الطريق. أنا انبهرت. انا بهير نفسي انبهرت. اولا انا بكلم اخواتي طبعا. العربيه دي يا جماعه اول مره ينزل فيها ولاعه جوه التابلو. بص حد هيسالني من حضراتكم بقى، افرض انا ما بدخنش؟ انا فعلا كنت لسه هسالك نفس السؤال. وانا تلميس انا بحس مسبول. نفترض في يوم من الايام واحد صاحبك فاسد ركب معاك العربية وعايز يدخن، مش وارد؟ وارد طبعا. يدخن ولا ما يدخنش؟ يدخن يا معلم. خد الأخيرة دي بقى. عندك العربية يا ريس. احنا خلاص خدنا العربية. ممكن بس نقعد جوه نجربها كده؟ براحتك براحتك. خد راحتك. إذنك. حط ولاعة مكانها والنبي الله. ركبتوا؟ هركب. عامل لكم مفاجأة بقى، قلت مش هقول لكم عليها لما تركبوا. بص حضراتكم على الملاية اللي قدامكم دي. مالها؟ بصوا اتجاه الملاية هتلاقي اللي ورا انت شايفه. ايه ده ازاي ده؟ طب تسمح لي بس تقف انت ورا عشان اشوفك. اهو مين ده؟ صاحب المعرض. ما كدبتش عليك؟ لا خليك زي ما انت بقى. اهو انا هجرب. ها براحتك. خد يلا.
جماعه ما كانش ليها اي لازمه يعني نصرف بقيه ال 20 جنيه كلها على هدوم. 20 جنيه ايه يا ابني؟ ما قلت لك فرجت، العربيه دي هنقضي بيها مشاورنا، ويوم ما هنتزنق هنفككها ونبيعها خرده. هو انتوا خلاص قررتوا ان احنا هنعيش في السبعينات؟ لازم نحط كل الاحتمالات لحد ما نقابل دكتور بصير، ونشوف ساعتها بقى هيعرف يرجعنا تاني ولا لا. جزء اغبياء، انتوا الاثنين جزء اغبياء. عمالين تتكلموا في اي عبط وفي مصيبه انتوا مش واخدين بالكم منها. ايه؟ ايش ضمنكم الدكتور ده عايش ولا ميت؟ بهير يا حبيبي احنا رجعنا ورا مش طلعنا قدام. كل انت تمس سمير سيبك من موضوع دكتور بصير ده، احنا نطلع لابونا هو اللي هيحل لنا المشكله دي. ابوك اللي مش طايقك في الالفينات هيطيقك ويقبلك في السبعينات؟ انت مجنون يا شهير. استنوا افتكرت حاجه مهمه جدا. ايه؟ التاريخ اللي شفناه في الجورنال ده هو نفس التاريخ اللي مامي كسبت فيه هوانم جاردن سيتي. طمك في المسلسل؟ لا، هوانم جاردن سيتي دي كانت مسابقه بتتعمل زمان في جاردن سيتي البنات العائلات الكبيره يعني اللي هي مامي منهم طبعا. المهم اللي حصل في المسابقه دي انا حافظه صم. مامي كانت مصدعاني بالحكايه دي، بتحكيها لي كل يوم 9 مرات. يلا يا سمير اطلع بينا على جاردن سيتي. لا يا معلم، جاردن سيتي دلوقتي بيقول لك في ماتش اهلي وزمالك النهارده، عارفين ده معناه ايه؟ معناه ان كوبري اكتوبر هيبقى زحمه ترس، وانا مش هبهدل العربيه في الزحمه. يا حبيبي ولا في زحمه ولا في كوبري اكتوبر اصلا. بقول لكم ايه، انا ابويا وامي اتقابلوا برده يوم الماتش ده، كان ابويا يومها عنده استعراض في مطار الماظة. اطلع على مطار الماظة يا سمير. لا جاردن سيتي الاول. مطار الماظة الاول يا سمير. بس 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 خلاص بقى دلوقتي، تعالى يا سمير ودينا يا سمير، وصلنا يا سمير. مش دي اللي كنت بتتريقوا عليها زمان؟ دلوقتي بقت البريمو. اسمعني يالا انت وهو، سمير بتاع زمان خلاص مات، سمير بتاع دلوقتي هو اللي معاه العربيه، يعني هو اللي معاه الفلوس، والعربيه دي مش هتتحرك من هنا من غير اذن انا. بس النبي يا حاجه، ما تعرفيش واحد ساكن هنا اسمه بصير؟ اه يا حبيبي، عند الضرب اللي هناك ده. فين عند الضرب يا حاج؟ جوه الضرب، ما هو اللي بيتضرب. هو اللي بيتضرب هناك ده؟ ده انا وانا في سنكم يا حيلتها انت وهو، كنت بنايم من بابا من المغرب. اربعة على واحد مش رجولة يا كباتي. ما كانش اللازمه اللي انت عملته. كان كلها ربع ساعه كانوا عايزاها ويمشوا. انت كل يوم متعود تضرب في الشارع كده؟ كل يوم ما عدا الجمعه. الجمعه بقى انت عارف انه اجازه، ما بنزلش من البيت خالص، بيطلعوا هم يضربوني هنا. ايه ده وايه اللي في صدرك ده؟ دي رصاصه. انت كنت في الحرب بقى؟ لا في الشارع برضه. الاسبوع اللي فات ماشي نفس العيال راحوا ضاربين عليا نار، الشاذ هي اللي عورتني، لكن الحمد لله ربنا ستر. You are the one for me, for me, for me, formidable. من فضلك بهير هانم بهير، قاعدة هناك على ترابيزة أمير هانم أمير. ميرسي كتير. سيلفو بلاي أخينا، المكان ده محجوز. مش هتيجي أفندم؟ هي مين دي اللي مش هتيجي؟ مشيرة أختك مش هتيجي، لأنها أصلاً مش جاية عشان تحضر الحفلة، دي جاية عشان تقابل مشير جاركم اللي ساكن قصادكم. أنت بتقول إيه يا أخينا أنت؟ وبعدين أنت تعرف مشيرة هانم أختي منين؟ أنا أعرف حاجات كتير محدش يعرفها. أعرف إن اسمك بهيرة بهير، أعرف إنك ما بتحبيش تلبسي صنادل عشان متعقدة إن صباع رجلك التاني أطول من الأولاني، أعرف إنك لحد دلوقتي ما بتعرفيش تنامي غير والنور مولع، اعرف انك عشان تخرجي النهارده كدبتي على بهير بيه والدك وقلتي له انك رايحه تزوري صاحبتك العيانه اميره امير. لا بقى، انا هتصل بالمورستاني جالتك من هنا. بقى مستقبل يا ابني اللي انت جاي لي منه. والله العظيم زي ما بقول لك بالظبط. طب بص لي كويس، دي باروكه، الهدوم دي انا لسه شاريها قبل ما اجي لك دلوقتي حالا. بقول لك يا ابني انت ان ما مشيتش من هنا انا هطلب ريس النجده. استنى طيب. بص الصوره دي. الصوره دي انا مصورها لك الاسبوع اللي فات في المحاضره. لا مش انا. هات بلاش دي. امسك الملزمه دي، افتح خطك ده ولا مش خطك؟ خطك ده ولا مش خطك؟ Seem right.
عرفني؟ عرفني قلب الأب. يا ابويا حرمتني منك سنين. ازيكم يا بنات؟ وحشتنا قوي يا منير. عايزين تروحوا فين بقى؟ جزيرة الشاي يا منير. طب يلا بينا. هو ابوك صحيح ندل وبيعنا؟ فعلا ابوك ده كان زي القمر، كانوا كل البنات لما يشوفوه كانوا بيتهبلوا عليه. ده كان واخد جايزة ملك جمال شاطئ ميامي سنة 69. مش ممكن، منير الخطير ملك جمال شاطئ ميامي سنة 69. ايه ده، انت عرفتني؟ انت كنت موجود في الحفلة ولا ايه؟ طبعا، ده انا رشحتك انا و120 بنت من اصحابي. 120 بنت؟ لا ده انت تيجي معانا بقى. اركب اركب يلا. اركب فين؟ اركب في اي حتة. تعال انا فعلا كنت بفكر في مشروع كده، بس الامكانيات ما ساعدتنيش، واللي انت بتقوله ده شبه مستحيل. والله العظيم انت كملت ونجح، والدليل ان انا واقف قدامك اهو. فين الجهاز اللي مرسوم في الملزمه؟ الجهاز اللي خلق الفجوه الزمنيه اللي انتوا جيتوا منها. لا ده اختفى اول ما نزلنا السبعينات. طب اقول لك حاجه، ممكن تروح تجيبه وتجيبه لي وانا ارجعكوا عادي. وانت فكرك يعني ان انا لو رجعت هجيب الجهاز وارجع لك انت تاني ليه؟ والله كلامك صح يا سمير افندي، بس ايه العمل دلوقتي؟ اصل انا شايفه ده في امكانيات متطوره، بامكانيات المحدوده انا مش عارف اوفقها ولا لا، بس انا هجرب يا سمير افندي هجرب. انت تسيب لي عنوانك وانا ابعت لك تليغراف. لا انا هاجي لك اسهل. بقول لك يا بصير، ما تعرفش بيصوروا الجزء التاني بتاع عنتره فين؟ بس انت شكلك خلبوس، ما نزلتش عينك من على سوسو طول القعده. عيب عليك. عيب عليا ليه؟ قريبتك؟ لا قريبتي ايه يا معلم؟ لا عيب عليك، دي بنقولها عادي كده. بص مش هتفهمني. قشطه قشطه قشطه. انت جعان يا عم ولا ايه؟ نفسك في القشطه؟ لا بقول لك ايه، فكك مني خالص وما تسالنيش عن ايه. فكك، هي طريقه كلامي كده. ولعلمك الطريقه دي بتجيب قوي مع الحريم. بتجيب مع الحريم؟ بتجيب ايه مع الحريم؟ بتجيب مع الحريم يا منير، يعني بتخليني اتعرف اسرع على الحريم، بتخليني اصيع مع الحريم. لا بس عمرك ما هتبقى اصيع من منير الخطير، انسى. لا اصيع. تعرف انت ايه يا منير عن البنت؟ اعرف ايه عن البنت؟ مش فاهمك انت يا ابني. يا ابني البنت دي كائن ملائكي، مرهف الاحساس، فياض المشاعر. فياض المشاعر ده اخرك في الصياعه. طب اسمع دي، البنت يا منير زي طبع البوست، تتف عليها تلزق. صح يا ابني الايه؟ صح، برافو برافو. طب اسمع دي كمان، سيب البنت تحبك، حب البنت تسيبك. برافو برافو، انت مدهش يا خبر ابيض. لا 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 انت من النهارده صديق، ربنا يخليك. مدهش مدهش. ايه ده ايه ده بس يا منير، رايح على فين؟ لا لا سيبني نفسك، هاخدك معايا مشوار كده في السريع وما تقلقش خالص. الله ايه ده، فيلم عنترة بن شداد، ملك الترس وفريد شوقي، ده اخرك في الاكشن؟ احمد ربنا ان الاستاذ لسه ما اتولدش. يلا يا جماعه يلا يا جماعه، الملك جاهز هنصور. يلا كل واحد في مكانه. اتفضل يا سعيد، اتفضل شوف شغلك. بقول لك يا صاحبي، ما تعرفش واحده بتصور معاكوا هنا اسمها سميره سمير؟ ايه اللي اعرفها؟ في حد ما يعرفش سميره سمير؟ هي وعدم لا مؤاخذه تخصك في حاجه؟ اشمعنى؟ اصل من ساعه ما بدانا تصوير وهي تقوم من على حجر المنتج تقعد على حجر المخرج، تقوم من على حجر المخرج تقعد على حجر المؤلف، تقوم من على حجر المؤلف تقعد ولا استغفر الله يا اخي ما توقعنيش في الغلط، ما بحبش اخد ثغرات حد. الله يسترها على ولاياه. متاخره متاخره دعوتك قوي يا عم القرد. انا عمري ما رضيت امشي مع مخرج ولا اصاحب منتج ولا ارافق ممثل ولا اعبر حتى ريجيسير، انا اللي كنت بقول لا. الله يرحمك يا امه، انا امي ماتت قبل ما تولدني. اتفضل روح البس يا استاذ. يا سعيد خد الاستاذ لبسه وادهنه اسود وارميه بالعبيد. عبيد ايه يا عم، البس ايه؟ يلا يا جماعه خلصوني عايز اشتغل. انت هتفضلي بصالي كده؟ مش هتفرجي على بقيه المسابقه؟ لا انا مبسوطه وانا بصاله كده، وبعدين نتيجه المسابقه معروفه، اكيد نظيره نظير هتفوز زي كل سنه. مش صحيح، نظيره نظير مش هتفوز السنه دي. ازاي؟ لان كعب جزمتها هيتكسر دلوقتي حالا وهتقع وتتعور ومش هترضى تكمل المسابقه. انت ايه، انس ولا جن؟ بشر ولا ملاك؟
شكلك غريب وكلامك غريب، كل حاجة فيه غريبة. عرفت ازاي ان هيحصل لها كده؟ قلت لك انا اعرف حاجات كتير محدش يعرفها. طيب قولي مين اللي هتفوز بالمسابقة؟ بهيرة. بهيرة؟ انا مش معقول، انا اصلا ما دخلتش المسابقة. هتدخلي؟ رئيس المسابقة هيطلع دلوقتي وهيعلن ان نظيرة نظير مش هتقدر تكمل المسابقة. نظيرة هانم نظير مش هتقدر تكمل المسابقة، واللي يحب يشترك بدلها ممكن يتقدم. ولو في حد عايز يشترك بدلها في المسابقة ممكن يتقدم، بشرط انها تجاوب على الثلاث اسئلة اللي هتتسألها. بشرط انها تجاوب على الاسئلة الثلاثة اللي هنسألها. اللي تحب تتقدم ترفع ايديها. اللي تحب تتقدم ترفع ايدها. ارفع ايديك، ارفع ايديك. بهير هانم بهير اتفضلي. يا معلم مستودع الحريم ده. المسابقة دي بقى هي اللي بتفوز بيها البنت الكاملة من كل حاجة، في الثقافة، اللياقة، الأناقة، اللباقة، الشياكة. بس ميس ايجيبت يعني، بس هبدأ شوية حريم يهبلوا. ايه حريم؟ حريم مش قديمة شوية الكلمة دي يا شهير ولا ايه؟ استني. نعم. هيسألك لو كسبتي 20,000 جنيه هتعملي بيهم ايه؟ أقول له ايه؟ قولي له هتتبرعي بيهم لأي حاجة خير. حاجة خير زي ايه؟ 57357. قولي له أيتام. داكوغ. تاني سؤال، هيسألك مين الشخصية التاريخية اللي نفسك تقابليها؟ اقول له مين؟ قولي له سندباد. داكوغ. والسؤال الثالث؟ السؤال الثالث كنت قلتي لي ايه السؤال الثالث؟ السؤال الثالث يا مامي واحنا بنتعشى. ايوه، هيسالك ايه هي عاصمه تركيا؟ انقره. يلا اطلعي وادعي لي. اوبا، شفت بقى؟ طيب انا يعني هروح الحمام كده 5 دقايق عن اذنك وجاي لك تاني. اوكي. بيس. ايه بمعنى غور.